دي يلا كان الدنيا فيها ايه؟ يلا كان فيها قول 1 2 3 وابداوا 1 2 3 بسم الله اللهم استعان الله محظوظه بيه حظ رهيب ربنا يبارك لنا فيه ده انا ما شفتش العز غير على ايديه انا لابسه عبايه كلها عيون النهارده عشان خايف على نمر من حسد الله اكبر عليه قلبه وحبيبي وروحي هو اللي منخنخنا هو اللي مدلعنا هو اللي مشخلعنا هو في غيره لا طبعا اخويا الكبير اخويا الكبير اللي مني لو فتحت قلبي كده هتلاقيه قاعد ومربع كده نسيبي 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 اخويا الغالي ولا عارفه اتجوزتك ليه عشان اخويا عشان اخوك والله ايوه اقسم لك احسن واحد في الشله احسن فورمة شعر في الشله الله اكبر عليهم نمر بيس الله عليه ربنا يخليه لنا يا رب امين يا رب تعال من كتر رحمه اللي جوا الجراحات بتاعت الولاده بدات تنبت اتب اه يا حاجه جميله ده خاتم 4 مصاحف مختلفين انا حبيبي بس برضه لسه في كلام حلو لازم يتقال لك يا نم عايزه اقول النهارده في الذهبي ملك ما ينفعش يجي ماشي كده قول يا جماعه يجي ماشي وهو لابس ذهبي ذهب بملوكي ده ناقص له التاج بس ويبقى ملك نمر بيه اسم الله عليه نمر بيه اسم الله عليه هو اللي مدلع هو اللي مشخلع هو يلا يلا بوجه كلكم والله شكرا 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 تعالى يا شكرا يا جدعان دلوقتي بقيت الفريمو يا جماعه مش غير واجب والله محدش يروش لك اكتر من كده عايزين ايه؟ عيديه مش ده عيد لحمه؟ لا لا ده عيد كحك وعيديه ده والله هديكم عيديه بس مش هديها لكم بسهوله كده ايه يا عم في عز وادي ده يا عم لا لا حد نفتح بيك سهره لا والله هنلعب لعبه وانت اللي هتحدد المبلغ اللي انت هتاخده في فلوس قدامك وانت هتلعب زي ما انت عايز ازاي بقى؟ هتشوفه دلوقتي صلى على النبي بص غمضي لي عينيها هتغمض عينيك وهتاخد الطبق ده كل اللي هتغرفيه وتحطيه هنا بتاعك انا مغميه عينيا غمض لي عينيها لا لا ما تهبشيش جامد ها يلا يا ولاد ساعدوني ماشي يلا ان شاء الله باخد الله اكبر باخد بالله عليك بالله عليك وخد كتير ولا لسه 700 الله اكبر لا لا ساعدوني ساعدوني الله اكبر انا شويه لا اديني بالله عليك في صعوبية ها أيوة أنا بحط اللي عيني خدت يعني ولا إيه أيوة في حد بيلعب في الطبق أنا حاسة بكده لا كتير ولا إيه لا إن شاء الله أنتي داخلة على ايوه خدت كتير ولا لسه ايوه كله بقى شاج ايوه الفول كده حلو ايوه 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 يمين يمين ايوه يمين ايوه ايوه شكرا الله اكبر عليك الله اكبر عليك استني 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 اتوقع كده لميتي كام 100 جنيه مثلا يلا افتحي عينك وري عينك وري عينك الدبلي ايه ده كل ده بقى لي ساعه بعمل في ده استنى استنى 10 20 30 40 50 60 حلالك 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 يا مالك اعيد اللعبه لا طبعا الف مبروك الاء على المبلغ اللي انت خدتيه اطلعي بره بعد اذنك شكرا نورتينا ايوه غمضي عينك الله يبارك لك بما يرضي الله يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم والمتسابقة الثانية آية نبدأ ثلاث قلاوي حبايبي هعزمكم كلكم بكل الفلوس اللي هاخدها لا 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 برافو عليك خدت كتير يا عيال ولا ايه؟ اه عبيتي حبة انا عايزة ابن بنتي يا عيال لو سمحتي بنتها ده انا بصوا النهارده ايوه ايوه النهارده هتتحروا بنتي انا حاسة بايديك حاجة بجد عليك حطي معاك اهو اه ربنا يبارك لكم يا عيال هعزمكم النهارده على ملوخية ايه طرف هاكلكم طرف هي بكل الفلوس انا حاسه ليه ان الطبق فاضي مش سامعانا صوت يا مليانه اهو كروشه كفايه كبيره ليا يا جماعه برافو 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 ايه برافو شكرا يا ايه انا جاهز من الطبق الي ما الي 10 جنيه في الطبق بس طب خلاص الحمد لله 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ها والله شاطره صابك الثالث الثالث ولا الرابع ولا الكلام ده الثالث يوسف يلا نبدا الله الله يا يوسف الله يا يوسف الله اكبر عليك والله العظيم الله اكبر عليك يا ابني ما شاء الله
ما شاء الله عليك يا يوسف، والله اغنى واحد فينا. اكبر عليك يا يوسف. ايوه ما شاء الله عليك يا ابني. كان نفسك موبايل هتجيبه نار. اغنى واحد في الشارع ما شاء الله. الله اكبر عليك يا يوسف، ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. الايفون جاي النهارده. الله اكبر عليك يا يوسف، ما شاء الله اغنى واحد فينا. يلا ما شاء الله عليك يا يوسف. الله اكبر. ايه يا ابني الجمال ده بجد؟ ايه الجمال ده؟ الايفون جاي جاي. اللهم صل على النبي. ما شاء الله يوسف. يوسف كفايه فلوس كده، كفايه فلوس كده بجد، عشان خاطر اخواتك، عشان خاطر، بس عشان خاطر حرام. بس ستوب ستوب خلاص خلاص يا حاج. ستوب كفايه كفايه فلوس كده. الحلال اهو، العفش بتاعها اهو. استنى قبل بس ما تشيل بس المديه على عينيك، تتوقع انت لميت كام؟ 500 جنيه عشان اصلح تليفون ماما. عارف بقى، معلش حط الساوند بتاع اللي هو التيريري. اللي ما يعرفش يا جماعه، انا وقعت تليفون امي في المايه وانا اللي عصبت. الحمد لله عوضك. عوض الصابرين. لو طلع لك ال 500 جنيه هتعمل بيهم ايه اول حاجه؟ هودي امي عمره وهجيب لي ان شاء الله يعني تليفون ايفون 15. واستعينوا بالصبر والصلاه. الموضوع مش في الكتره يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن الفلوس تبقى كتير وما فيهاش بركه. ايوه افرض ربنا اداني دلوقتي 500 جنيه فيهم بركه، هعمل بيهم اللي انا عايزه. طبعا طب ربنا ما ادكش خالص. اهم حاجه الصحه. الصحه والستر. ابدا بقى شيل المنديل. يلا ابدا فكها. الاستاذ اللي بيصور ده انت ليك هديه عندك كبيره. الله يبارك لك. يلا افتح عينك كده اهو. بص 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 للكاميرا كده، افتح عينك الاول. يلا افتح هناك لاخر حد الاخر. الله، بص بقى في الطبق اللي كله خير ورزق. المال الحلال اهو. المال حرام. ايش الابيض دي؟ لا هو بجد انا كنت حاطط اكيد في فلوس وانتوا حاططوها تحت صح؟ انا المفروض احط الفلوس تحت الطبق صح؟ والله ما اصدق. تحت احلى حاجه اللي هو لم الفلوس كلها تحت الطبق فعلا. يا جماعه الحمد لله يوسف. ايوه واحمد. والله ما بقى يعني كده انا كسبت كل الفلوس اللي تحت الطبق دي انا كسبتها. ايوه صح؟ لا انا متفقين الفلوس تبقى في الطبق. متفقين الفلوس تبقى في الطبق. فين؟ ده رزقك. الطبق؟ ايوه خد الطبق. اقول لك حاجه، الف الف مبروك انت كسبت الطبق. خد يا عبد الله يسهل. الله يخليك يا بيه. يلا اللي بعده. مين اللي بعده؟ منى ولا مجدي؟ حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. والمتسابقه الرابعه منى. بسم الله. الله اكبر. عايزك تطبخي. الله. لا لا ثبتي الطبق يا منى عشان الفلوس كده كتير يا منى. كده فلوس كتير. كده الفلوس. منى تعزمنا على قصر الكباب ان شاء الله. يلا يلا يلا. عايش عايش. الله اكبر عليك يا منى. احنا احنا وصلنا ل 300. شدي عليك شويه. شدي عينك. ان شاء الله ان شاء الله. مجدي كده كام؟ انا بلم بالفلوس ولا ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ده دلوقتي فين؟ خلاص انا خلصت الفلوس كلها معاك. اشتري دهب. انت تشتري دهب يا بجد؟ ده ايه كل ده؟ ما شاء الله اللهم بارك. لا 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 نراجع الفار كده في خم بقى. ده ايه كل ده؟ مجدي كام؟ منى بقت بالاسرياء. الفلوس كلها خلصت والله؟ خلاص ده المحظوظ بجد. خلاص يلا اللعب. يلا يلا عايشة يا منى فكي. الله اكبر عليك يا منى. الله اكبر عليك. ناوية تعملي ايه بالفلوس اللي في الطبق كلها؟ اطلع عمرة. وده شيل المنديل وقولي كلمة السر. الكلام بالسيفون. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه انت معوض؟ ايه ده يا ست رضا؟ انا مش فاهم. ارضي بقى ليك زي ما انا رضيت بقى ليك. اهو ده الله. لا مجد فيا مجد. و60 و120 انا حاطط انت تصيف عليا. يلا يا مجد. مجد اللي عليه الدور. يلا مجد غمض عينيك. تيجي دورك يا مجد. يلا اصرف على البيت. ابدا يا مجد. 1 2 3 ابدا يا مجد. الله اكبر الله اكبر. يلا الله اكبر يا مجد. ايوه ما شاء الله. 20 20 بتسمع ايه؟ 20 20 كل ده 20. ايوه ما شاء الله. ولا ايه بشيل ايه؟ انت حاطط جناحات يلا؟ والنبي والنبي يا جماعه والنبي. هو الطبق فين؟ ما تقلقش. عارفه مجد شبه فين بجد وسلام. عارفه انت فين يا جاز؟
انت فين يا فلو؟ اه يا ابني تمام الله يفرجك. ده الطبق انت شاطر يا مجد. الله اكبر عليك يا مجد. الله اشتغل جامد. ايوه بسرعه انت بتغرف روز اغرف يا قوي كده. ايوه مش عارف حاسس ان انا زي الشيخ حسني. حاسس مش متاكد. ايوه بص شمال 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 فيكم يا مجد ان شاء الله. بقول لك كام انا خليك في بالي. الله يشتري بقرة. انا حاسه يا نمر انت هتتضرب النهارده. مجدي الله اكبر عليك. كفايه بس مجدي كفايه. مجدي مجدي استوب استوب مجدي انت راجل خبره دلوقتي واخر واحد والاخير ابو كريم. لا على 10 خبره ربنا يستر. بس هقول يعني 150 150 ابن اللذينه زي ما كنا ظبطها بالظبط. انت والله انت مجد انت الواد جايب ايه؟ جايب بتاع فيلا عشان ما نحسش الفلوس ايه. تتجاره ولا حقوق ولا ايه؟ حقوق صح. امال ازاي حسبتهم كده يا ابن اللذينه انت؟ بلم المواد بقى كلها مع بعض ما شاء الله عليك. يلا الله اكبر عليك يا مجدي ما شاء الله عليك يا مجدي ما شاء الله. العمليه نجحت يا عم. انت بتعمل نيزك بيحمد ربنا على النعمه اللي جات. بسم الله. انا والله عارف مش متخيل المنظر. عارف متخيل. عارف بقى انت اللي عليك الدور. انا مال انا لا يلا شوف اللي احنا بنعمله. صل على النبي. دي ما بتشيلش حاجه بجد. استنى اجربها. غمض عينيكي. ايوه والله اقسم الشكل دي هي دي اللي هتعملها. يلا بسم الله. يلا كندا دي النبغه يا ابني. يلا الله اكبر عليكي ما شاء الله. الله اكبر طلع على ابوك وامك يا بنتي ما شاء الله. الله كفايه فلوس كده يا كندا. اوعي تمسكي بايديكي. ايوه شطوره ما شاء الله عليك. الله مرزقه مرزقه والله يا بنتي. رزقك واسع طول عمرك. كفايه يا كندا كفايه فلوس كده يا كندا ما شاء الله. شطره ده تبقى اغنى من منى ومجد. الله مبروك عليك. الحمد لله. عارفه كويس ان انا غيرك. عارفه بل العلاله اهو. يلا نملل على الدور. ما يستاهل ايه؟ الواحد يطول يربط رجلك وايديك. وانا مالي مش اللعبه دي. ده يلا كام الدنيا فيها ايه؟ ده يلا كام فيها؟ قول 1 2 3 وابدأوا. 1 2 3. بسم الله الله المستعان. الله اكبر. الله المستعان. الله المستعان. بسم الله. الله عليك. كام؟ الله عليك. ايوه انت الوحيده اللي هتقولي الصح. بسم الله. عشان ساعات بتبقى شغال مخ ساعات وبتخبي الفلوس في الاخر. مفيش فلوس هنا اهو. مفيش هنا كمان. بليت طاقه ولا ايه؟ مفيش فلوس على الصفر خالص؟ خلصت؟ خلصت ولا لا؟ في فلوس ثاني؟ ايه؟ يا منى مجدي طلعتوا فين؟ فلوس فين؟ يا ولد يا حرامية يا ولد.